إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم هذه الرقية الأسبوعية الجديدة وهي رقية التيسير. إنها رقية مناسبة لكل المنازل ولكل الأعمار، خاصة من وقف حالهم واشتد كربهم وتضاءلت آمالهم في الفوز بفرص الحياة. تأتي هذه الرقية المزلزلة جابرة لخواطرهم، ميسرة لعسيرهم، مقربة لبعيدهم، مهونة لصعابهم. بفضل الله تبارك وتعالى خذوا هذه الرقية وانشروها ووزعوها بين أحبابكم، فإنها صدقة جارية عن قنوات الفتح الفضائية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سنيسرك لليسرى، سنيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. بسم الله، بسم الله، يجعل العسير سهلا، بسم الله، يجعل القريب قريبا والبعيد قريبا، بسم الله، يهدي إلى الحق وهو الحق وهو على كل شيء قدير. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في رقية التيسير لا